وبالفعل أمير المؤمنين إلى آخر يوم من حياة الطاغية الثاني لعنه الله، اللي يسميه بعض الجهلة الخليفة الثاني. هو نفس الطاغية الثاني قال لابنه عبد الله بن عمر، يعني فليدركني علي عليه السلام، نادي لي عليا. أمير المؤمنين راح حتى يسجل هذا الموقف، قال له نتيجة: يا أبا الحسن، هل ترى لي من توبة؟ والروايات تقول، الروايات تقول أنه أبواب جهنم انفتحت أمام عمر، يعني بدأ يشوف بعينه بين الحياة والموت بعد ما طعنه أبو لؤلؤ أنها وندي رضوان الله تعالى عليه. فبدأ يرى أنه خلص زبانية العذاب وجهنم منتظرين، يقول يلا تعال شرف، ما عندنا وياك شغل، خوش شغل عندنا وياك. فارتاع، خاف. طلب أمير المؤمنين عليه السلام وقال له: هل ترى لي من توبة ينفع الآن إذا أتوب؟ قال: نعم، إذا تبت تاب الله عليك، ولكن بشرط. الله عز وجل الآن راح يقويك، تقوم من مكانك، تصعد تخطب في المسلمين، تعترف، تقر باللي صنعته أنت وصاحبك، ترجع الأمر إلي، ترجع الحق لأصحابه. فكر فكر، شوف ديباو أمير المؤمنين هالطرف على طرفه، أمامه دي يشوف النار. وأمير المؤمنين قال له: أنا أضمن لك على فاطمة وعلى رسول الله أنهما يرضيان عنك. شوف إلى هالدرجة، مع كل اللي سويته وكل المشاكل، هي قضيت لحظة، شوف لحظة، هي بلحظة فاز فيها الحر رضوان الله تعالى عليه، بلحظة. كان عمر ممكن أن يفوز بلحظة، ولكن شوف، فكر فكر، منا قال له: النار ولا العار. والناس إلى الآن ما أخذتها هاي الكلمة الباطلة، النار ولا العار، يقولون، يقول لا لا، خلي أدخل النار ولا يصيبني العار. أخيرا يقولون الفاروق، وما فاروق، وذاك البطل طلع آخر شيء إخرطي، طلع كل شو اسمه مذنب ومجرم وقاتل وإلى آخره، يقر على نفسه ويعترف بذنوبه، لا، كبرياءه ما يسمح له، الآغا ما يسمح له كبرياءه، فشرف في جهنم في أحسن جناح وسويت مخلينا هناك في جهنم، أحسن جناح مخلينا.